يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية غدا الجمعة مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بمدينة برج العرب ومسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية. وفي هذا الصدد صرح وزير الأوقاف بأن الشهيد أحمد المنسي ورفاقه من الشهداء قد حفروا أسماءهم في تاريخ العظماء، ووجه الوزير التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة التي حرصت على تشييد عدد من المساجد وأطلقت عليها أسماء عدد من شهدائنا العظام. تقدر الإشارة إلى أن المسجدين من إنشاء وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من 350 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.